وفي إطار الاستعداد للانتقال الفعلي للمرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية، أعلنت وزارة الداخلية أنه ستتم العودة للعمل في الإدارة العامة لمراكز الخدمة والمراكز الأخرى اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. يأتي ذلك فيما أطلقت الإدارة العامة للمرور نظام حجز المواعيد لاختبار القيادة على موقع الوزارة الإلكتروني اعتبارا من اليوم لمن لديه استمارة صالحة، مؤكدة عدم السماح بدخول المبنى دون موعد مسبق. وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن نظام حجز المواعيد سيكون متاحا لجميع أنواع اختبارات القيادة خاصة وعامة وإنشائية ودراجة.